العام جدي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري السيد شعبان لوناكل في ظل تحديات إعلامية وطنية إقليمية ودولية تتطلب تجند وتضافر جهود الجميع بهدف الارتقاء أكثر بأداء المؤسسة العمومية للتلفزيون بما يتماشى دوما وتطلعات المشاهد الجزائري. إن بلادنا تعيش اليوم مرحلة مفصلية في تاريخها السياسي، خاصة ونحن مقبلون على استحقاقات سياسية هامة، ألا وهي الانتخابات الشرعية المقررة في 12 جوان المقبل. إن المدير العام الجديد الزميل السيد شعبان لوناكل معروف بمشواره المهني وخبرته الطويلة في قطاع الإعلام والتسيير الإداري، وأثبت كفاءة عالية في المجال ما يؤهله لتولي مهامه الجديدة بروح المسؤولية، وسيعمل على إعطاء الدفع المرجو منه لهذه المؤسسة الاستراتيجية ألا وهي التلفزيون الجزائري. كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد فتحي السعيدي الذي شغل منصب المدير العام بالنيابة، والذي كان دوما حاضرا كلما احتاج له التلفزيون الجزائري مؤديا هذه المهمة في أكمل وجه. نتمنى التوفيق للجميع في خدمة الجزائر كل من موقعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الرئيس، أحمدكم سيد الوزير أمانة التبليغ آيات التقدير والعرفان السيد الرئيس، وهذه الثقة أقابلها بالتعهد بالعمل على تقوية التلفزيون العمومي، مجمع التلفزيون العمومي. تعرفون جيدا وأعرفكم كلكم بدون استثناء أنا ابن القطاع العمومي، أنا من الذين يؤمنون بأن القطاع العمومي السمعي البصري مؤسسة حيوية وضرورية بالنسبة لبلادنا، وخاصة في هذه المرحلة بالذات. أنا من الذين يرفضون الفكرة النمطية لما يسمى بالخدمة العمومية في القطاع السمعي البصري، وإحنا على دراية وشاركنا في كل ندوات، في كل حرية تعرف الأشياء هذه، في كل الاتحادات الأوروبية العربية الآسيوية الإفريقية. ليس هناك نمط جاهز يستورد، ولكن كل بلاد، العبقرية تاع كل بلاد هي أنها تخلق قطاع عمومي سمعي بصري. بلادنا كبيرة، بلادنا قارة، بلادنا ما شاء الله خلقت لتكون في الريادة وتبقى في الريادة. بلادنا واسعة، بلادنا غنية ثرية بتاريخها برجالها بنسائها. لذلك لازم نمنح هذه البلاد كرجال في القطاع، لازم نمنح هذه البلاد مؤسسات إعلامية في مستواها. لازم الجزائر بفضل إعلامها، ونقول إعلامها لأنه في المرحلة كما هذه الإعلام هو الأساس، لازم إعلامها العمومي أولا، ولكن حتى الإعلام الخاص العمومي أولا لازم تكون تضرب بها الأمثال وتعطى كمثال تحرية التعبير وانتع الرقي بكل قيم الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم. وهذا شيء واقع ما نصنعه، هذا واقع احنا فقط نعرف كيف نتعامل معه هناك. أنا عندي ثقة سيد الوزير رغم الصعاب رغم التحديات، ونعرف بعض الأشياء التلفزيون العمومي، نعرف المشاكل اللي موجودة فيه منذ سنوات، ولكن بفضل الله وبفضل عونكم وبفضل الرجال والنساء في هذه المؤسسة، وأنا أؤمن تمام الإيمان بأنه كاين كفاءات، إن شاء الله نرفع التحدي وفي أقرب وقت نتعاونوا ونخدموا مع بعض، ولازم النتيجة وفي أقرب وقت إن شاء الله نبدأ نحققوا في النتائج. ونتمنى لكم كاع التوفيق، وإن شاء الله نوفقوا في عملنا، وشكرا.